هناك حيوان يبدو كالزواحف لكنه من الثدييات. آكل النمل المحرشف ذو البطن الأبيض حيوان ثدي ويسمى البنجولين، لكنه يتميز بجسم خشن غريب يجعله يبدو كالزواحف، ويأكل النمل الأبيض ويتواجد في الغابات الماطرة الكثيفة وهو نادر جدا، وعندما يخاف يتكور كالكرة لحماية بطنه الحساس، وهو حيوان لم يسمع به سوى القليل، وجسمه غريب الشكل حقا، لكنه ليس الحيوان السري، فالحيوان السري أكبر حجما من البنجولين. هناك حيوان إفريقي طويل يتميز بجسم غريب.